The Assembly will hear a statement by His Excellency Tamam Salam, President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic. May I request protocol to escort His Excellency? I have great pleasure in welcoming the President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic, His Excellency Tamam Salam. I invite the Assembly. سيد الرئيس Mr. President, اسمحوا لي بداية أن أتقدم منكم بالتهنئة والتمنيات بالتوفيق بمناسبة ترأسكم أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أتقدم بالشكر إلى السيد جون آش على الجهود التي بذلها خلال ترأسه أعمال الدورة 68. وأوجه الشكر أيضا إلى الأمين العام السيد بان كي مون على تقريره السنوي عن أعمال المنظمة. نلتقي اليوم عشية الذكرى 70 لتأسيس الأمم المتحدة الذي كان لبلادي شرف المساهمة فيه، مما يستحق منا التوقف لاستخلاص العبر والبحث مجددا عن أفضل السبل لوقف الحروب والعنف ولتفعيل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين. السيد الرئيس، جئتكم حاملا هموم بلدي لبنان الواقع في قلب منطقة تشهد أحداثا هائلة والذي يتعرض لهجمة إرهابية شرسة من قبل مجموعات إجرامية ظلمية نفذت اعتداءات على مناطق لبنانية عدة، حيث سقط لنا شهداء مدنيون وعسكريون فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة. ولقد تمكن الإرهابيون الشهر الماضي من خطف عدد من أفراد الجيش والقوى الأمنية واحتجزوهم للضغط على الدولة اللبنانية وابتزازها، وبغرض تصعيد الضغط نفذت هذه العصابات جريمة قتل وحشية بحق ثلاثة من المحتجزين الأبرياء. إن هذه الجرائم عرقلت جهود التفاوض غير المباشر الذي تقوم به حكومتنا بمساعدة جهات صديقة لتأمين الإفراج عن العسكريين. وأنني أؤكد هنا أن ليس بين خياراتنا في هذه القضية خيار التراجع عن أي من ثوابتنا المتمثلة بتحرير العسكريين وحفظ هيبة الدولة وحماية أمنها وسيادة أراضيها. إن الشعب اللبناني في معركته مع الإرهاب يقف إلى جانب قواته المسلحة التي هي الركيزة الأساسية لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن والسلم الأهلي، وتسعى حكومتنا إلى حشد الدعم اللازم لهذه القوات لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه. وفي هذا المجال يثمن لبنان الهبة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتنا العسكرية، كما ينوه بمبادرة الأمين العام إلى إطلاق مجموعة الدعم الدولية للبنان في أيلول الماضي هنا في نيويورك، ويعرب عن ارتياحي للاجتماعات التي عقدتها المجموعة في باريس وروما هذا العام. إن الجهود التي تبذل حاليا لحشد الجهود الدولية
بالتصدي للجماعات الإرهابية تعكس إدراك المجتمع الدولي فداحة ما تشهده منطقتنا منذ سنوات وضرورة المسارعة إلى إطفاء نيران الحريق المستعر ومنع امتداده. إن لبنان يشدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ويرحب بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الإطار وآخرها القراران 2170 و2178 يدعو جميع أشقائه وأصدقائه في العالم إلى صونه وإبعاده عن صراعات المحاور ومده بأسباب القوة. إن معركتنا مع الإرهاب ليست مستجدة، فقد عانى لبنان على مدى سنوات من إرهاب الجريمة السياسية التي استهدفت عددا من قادته ومسؤوليه السياسيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورجال إعلام وفكر. إننا نتابع عمل المحكمة الخاصة بلبنان ونتطلع إلى التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بما يسمح بإنصاف الضحايا وبلسمة الجراح وردع المجرمين serve justice السيد الرئيس, as well as deter criminals. إنما يجري في مناطق شاسعة من سوريا والعراق. Events unfolding in vast areas of Syria and Iraq. لا يفهمها عقل ولا يقبلها دين. That cannot be understood nor accepted. لقد حصدت هذه الجرائم التي ترتكب باسم الإسلام العظيم أرواح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين. وتسببت بموجات نزوح غير مسبوقة فضلا عن أنها زعزعت الكيانات وقصمت المجتمعات ودمرت ثروات بشرية ومادية. إن هذه الهجمة الإرهابية تستهدف أيضا جماعات دينية شكلت على مر التاريخ مكونا أساسيا في نسيج هذه المنطقة وجزءا من التنوع الاجتماعي والثقافي الذي طالما ميز بلدان الشرق المتوسط. وقد شاهد العالم أجمع الاعتداءات على المسيحيين والأيزيديين في العراق والتهجير الذي أصابهم والتدمير الذي لحق بممتلكاتهم ومقدساتهم. إن لبنان يعتبر الاعتداء على الأديان وأتباعها وعلى الأماكن المقدسة اعتداء على الكرامة الإنسانية وانتهاكا لحرية المعتقد والممارسة الدينية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي كفلها دستورنا اللبناني. إن لبنان يفخر بأنه البلد الوحيد في العالم العربي والإسلامي الذي يتولى رئاسة جمهورية فيه مواطن مسيحي، وهذا يؤكد أن بلدنا على الرغم أزماته السياسية كان وما زال يشكل نموذجا للتنوع في الشرق الأوسط وتجربة فذة للتعايش والتفاعل بين أبناء الديانات والطوائف المختلفة ومثالا مناقضا لمفهوم الدولة العنصرية. وأنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد أمامكم اليوم تأكيد الحكومة اللبنانية على ضرورة انتخاب رئيس مسيحي جديد للجمهورية في أسرع وقت. السيد الرئيس، الحرب المؤلمة الدائرة في سوريا منذ قرابة 4 أعوام هجرت إلى لبنان ذي الرقعة الصغيرة قرابة 1.5 مليون نازح سوري، أي ما يزيد على ثلث سكان اللبنانيين. ولندرك تماما ماذا يعني ذلك؟ علينا أن نتخيل 100 مليون شخص. نعم، 100 مليون شخص يتدفقون فجأة على الولايات المتحدة وينتشرون بشكل عشوائي في مدنها وريفها ومدارسها وحدائقها، مع ما يعني ذلك من حاجات ملحة
وأعبائنا اقتصادية وإنسانية واجتماعية وتربوية وصحية وأمنية. هذا العدد الهائل من النازحين يشكل ضغطا كبيرا على بنى التحتية اللبنانية التي تعاني أصلا من مشاكل بنيوية يضغط على المدارس وعلى القطاع الصحي وسوق العمل كما يضغط على الاقتصاد الوطني الذي It also brings pressure on the national economy, where growth has dropped to almost zero due to, the regional situation, which has caused a loss of $7.5 billion to Lebanon, according to World Bank estimates. This To us is a national disaster. إن مشكلة النازحين السوريين بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطرة ليس ويجب ألا تكون مشكلة لبنانية بحتة. إنها أزمة إقليمية كبرى موضوعة برسم المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مع لبنان هذا العبء الهائل الذي لا طاقة لأي دولة مهما كان حجمها على تحمله وحدها. إن لبنان يكرر حرصه على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وقد أكدنا في البيان الوزاري لحكومتنا على تمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس لتحصينه بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمة المجاورة in order to protect us against the repercussions of the crisis in the neighboring country. السيد الرئيس Mr. President, في الذكرى الثامنة لتبني مجلس الأمن on the 8th anniversary القرار 1701 يؤكد لبنان التزامه تنفيذ هذا القرار بكافة مندرجاته إيمانا منه بأن ذلك سوف يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني ويساهم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. إننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القيام بموجباتها كاملة في هذا المجال ووقف خطها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتعاون الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من منطقة شمال الغجر ومزارع شبعة وتلال كفرشوبة. ويهمنا أيضا أن نؤكد على حق لبنان الكامل في مياهه وثروته الطبيعية من نفط وغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة ولا يفوت لبنان أن ينوه بدور اليونيفيل وباستمرار التعامل والتعاون والتنسيق بينها وبين الجيش اللبناني وأن يشكر كافة الدول المساهمة فيها وقائدها وعناصرها على تفانيهم في خدمة الاستقرار وأمن المدنيين في الجنوب اللبناني. السيد الرئيس تعرض قطاع غزة الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي ذهب ضحيته مئات المدنيين وشرد أكثر من ربع السكان ودمر المنازل والمستشفيات والبنى التحتية. And destroyed homes إن لبنان and hospitals and الذي دفع أثمانا غالية نتيجة اعتداءات الإسرائيلية المتكررة يطالب بتطبيق مبدأ المساءلة القانونية على جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ومنعها من الإفلات من العقاب. إن لبنان يعتبر إسرائيل مسؤولة عن إفشال جميع المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية على أساس حل الدولتين ويؤكد ضرورة قيام حل عادل وشامل ودائم للصراع في الشرق الأوسط على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 ومرجعيات مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. السيد الرئيس
Mr. President, الشرق يبدو اليوم مسرحا للعبث الأسود. To be the stage for black آخر مبتكرات التوحش البشري. On which الشرق the يبدو most اليوم recent manifestations of savagery والتطرف والضلام are displaced. Today the Levant seems من قعر التاريخ to have been taken hostage of extremism, ignorance, and obscurantism, immersed into hatred brought forth from a distant past, guided by fanaticism and instincts that only yield bloodshed. However, ladies and gentlemen, this troubled area was and will always be the home to many people who, like all other human beings, have lands, homes, tales, dreams, and history. They are individuals who are eager to live free and as equal citizens in free and stable countries. They have sons and daughters looking for better opportunities, for engagement in the world, and for a proper place to live. Humanity has a debt الكثير. To our Levant. يوم كان الظلام والتطرف we gave والجهل mankind في المقلب enlightenment الآخر when darkness, extremism, and ignorance were crippling the other side of the world. It has a lot to offer and to add to the amazing march of human progress and creativity. The world must stop counting our debt. It must rise to its obligation and seek to establish المعذبة. Peace in this tormented part السلام of the world. على الحق والعدل واحترام سيادة الأوطان وضمان أمنها والمحافظة على التنوع الديني والإثني وصون الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات فيها. السيد الرئيس، نحن اللبنانيين في الوطن والمهجر both at home نتطلع إليكم and in diaspora. بكل أمل عاقدين العزم على عبور المحنة الراهنة مثل we are determined to overcome the current crisis as we have done so many times in the past. من أننا we معنا are confident that together لن نسمح لأي أحد we shall not أو أي allow ظرف any person أو أي جهة any circumstance or any party to extinguish the beacons of freedom, democracy, diversity, pluralism, knowledge, and human rights in Lebanon. Thank you for your attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic for the statement just made. And I request protocol to escort His Excellency.